بسم الله الرحمن الرحيم. هل العلم بالحكم الغيابي يغنى عن الإعلان ببدء ميعاد الطعن بالاستئناف؟ وهل المستأنف لحكم غيابي ملزم أن يتقدم لمحكمة الاستئناف بشهادة بريدية سطر عن نهاية البريد على نموذج 6 مراسلات تفيد أنه لم يستلم الخطاب حتى يتجنب الدفع أمام بسقوط الحق في الاستئناف؟ وهل يختلف الأمر لو كان المستأنف قد أعلن لجهة الإدارة وكان سبب الإعلان لجهة الإدارة هو رفض الاستلام أو رفض تابعه الاستلام؟ طبعا عشان نتكلم أو نجاوب على الأسئلة الثلاثة دول لابد حتما إن احنا نتعرض لمسألة مهمة جدا، ما هو تاريخ الذي يعتد به في إعلان الأوراق القضائية. أنت الأوراق القضائية متعددة، يعني جالك إنذار على يد محضر، جالك صحيفة دعوة، جالك حكم قضائي. فالإعلان لما بيجي يتم المحضر بيبقى قدامه 3 فروض أو 3 إجراءات أو 3 تواريخ بمعنى صح بيتم من خلالها إعلان الأوراق القضائية. الأمر الأولاني إن المحضر في اليوم اللي بينتقل فيه ده بياخد تاريخ، يعني تلاقي الأوراق القضائية جالك سواء حكم أو إنذار أو إلى آخره إنه في يوم الموافق كذا انتقلت أنا، ده التاريخ الأولاني اللي هو نديله مثلا على سبيل المثال 1/7، في 1/7/2020 انتقلت أنا كذا. توجه المحضر فلم وجد العين مغلق، في ذات اليوم يتوجه إلى قسم الشرطة بيترك صورة معلنة في قسم الشرطة التابع لمين؟ المعلن إليه. طيب يوم التاني أو اليوم التالي بمعنى صح يتوجه المحضر للمحكمة ويقوم بإرسال خطاب مسجل عن طريق آلة البريد عشان يبعث فيه صورة من الورقة المعلنة إلى المعلن إليه اللي هو اليوم إيه؟ يوم 2/7. طيب بعد كده هيئة البريد بتستلم الخطاب وبتبعته المعلن إليه بعدها بثلاث أربع خمس أيام حسب الحالة حسب الظروف ما بيوصله الخطاب، فبيصل الخطاب إلى المعلن إليه يوم مثلا 7/7/8/7 حسب ما يوصل التاريخ. فأنا عندي 3 تواريخ. طيب أنا راجل النهارده بطعن بالاستئناف على الحكم الغياب، تمام؟ هل أطعن الميعاد الطعن بتاعي يبدأ من يوم 1/7 ولا 2/7 ولا 7/7 على سبيل المثال اللي إحنا ضربناه؟ محكمة النقض لما جت اتكلمت في الأمر ده وتعرضت ليه طلعت أحكام حسمت الأمر ده، قالت إن العبرة بالتاريخ اللي تم تسليم فيه الصورة المعلنة لجهة الإدارة. يعني أنا النهاردة جيت كمحضر توجهت المعلن ما لقيتوش فرحت متوجه للقسم وسلمته صورة، سلمت المأمور القسم صورة من الصورة المعلنة، وتاني يوم سلمت صورة لهيئة البريد، يبقى اليوم اللي أنا بعتد بيه هو اليوم اللي سلمت فيه الصورة لجهة الإدارة. طيب اللي هو انه تاريخ اللي هو اول يوم اللي هو 1/7 ده اللي انا بعتد بيه في بدء المواعيد سواء مواعيد السقوط او بدء مواعيد الاجراء المطلوب، لان احنا عارفين المواعيد 3 انواع، في ميعاد كامل وفي ميعاد ناقص وميعاد مرتد، مش هنخش في التفاصيل دي. الميعاد الكامل لازم يخلص الاول وبعدين اكمل، الميعاد الناقص اللي بياخد الاجراء خلاله الى هكذا. فاحنا هنبدا على سبيل المثال انت النهارده اعتراض على انذار طالع لك 30 يوم من تاريخ وصول الاعلان، طيب ايه انه ميعاد اللي ابدا فيه؟ اللي هو اليوم اللي بيبقى دايما في التاريخ اللي موجود مدون فيه على الورقة المعلنة. أنا بوضع مذكرة برد على أسباب الطعن فليها 15 يوم من تاريخ وصولي ليك الإنذار، من تاريخ وصول ليك صحيفة الطعن اللي هو التاريخ المعطى الورق المعلن، هو معلن يوم مثلا 1/7 عدى 15 يوم، يبقى يوم آخر ميعاد ليا يوم 16/7. طيب ده بخلاف مواعيد المسافة، ده أمر آخر، دي بتضاف إيه بعديها وهكذا. طيب النهارده هنرد بقى قبل ما لما اعطينا الفكره عن التواريخ والكلام ده برد على اسئله. اولا العلم بالحكم الغيابي، احنا عندنا 3 انواع للعلم بالحكم الغيابي او الورقه المعلنه عموما، في حاجه اسمها العلم اليقيني وفي حاجه اسمها العلم الظني وفي حاجه اسمها العلم الحكمي. ايه هو العلم اليقيني؟ ان انا توجهت الالم المحضري توجه للشخص المحضر فوجده فراح ممضاه بالاستلام، ده علم يقيني لا خلاف عليه. طيب العلم الظني ان هو توجه اليه في محل اقامته فلم يجد المعلن اليه ولكن وجد احد اقاربه او احد تبعيه فقام به بتسليمه. العلم الحكمي هو انه لم يجد احد يسلم، لا العين مغلقه فراح جاي بيع الصوره لهيئه البريد بجواب مرسل اليه واتبع بقيه الاجراءات، ده اسمه علم حكم. اللي بيعتد فيه في بدء ميعاد الطعن في الاحكام العلم اليقيني او العلم الظني، يعني العلم اللي بيبقى يا اما المعلن اللي استلم فيه او احد تابعيه استلم فيه وياخذ هذا الحكم رفض استلام احد تابعيه او رفضه الاستلام متى قام الدليل ان هو اللي رفض الاستلام او احد تابعيه، ان ما كانش ده محل طعن من المعلن اليه. فبنبدا الميعاد ده. طيب السؤال اللي احنا سالناه في الاول
هل ان انا لو ثبت قدام المحكمه كمستأنف ضد قلت المحكمه يا فندم ده هو كان عنده علمي بالحكم ده وعدى عليه ال 40 يوم وعدى عليه سنه وهو ما رضاش يطلع، المحكمه تاخد بالكلام دوت ولا بتاخد بال 40 يوم من تاريخ اعلانه؟ محكمه النقض كانت برضو اتكلمت في المساله دي وقالت ان العبره في بيد ميعاد الطعن بالاستئناف ان هو يكون من تاريخ اعلانه بالحكم القضائي الغيابي، اما العلم مش ان هو يعلم بالحكم باي صوره، ان هو جاء ارفق صوره من الحكم او ارفق صوره من الصحيف في دعوه قضايا اخرى او وهو علم بيها وقدم ما يفيد ان هو كانت مقدمه في وجوده، ده ما يعتدش به لان القانون رسم طريق معين وهو لابد ان يعلن بصوره رسميه وان يتم الاعلان عن طريق قلم المحضرين، فبالتالي العبره بالاعلان وليس بالعلم. طيب بيجي بقى في تداول العملي في طعون الاستئناف بينفجر لان يجي المستأنف يرفع الاستئناف بتاعه يجي في اول جلسه رئيس انا بطلب تصريح على نموذج 6 مراسلات عشان اجيب شهاده ان انا ما اعلنتش بالخطاب، ما استلمتش الخطاب وما استلمتش من اسم الشرطه صوره من الصوره المعلنه، لان في الغالب ده بيتم يكون الحكم صدر بقاله سنه وانت بتطعن بعديه بسنه على سبيل المثال. طيب هل انا ملزم كمستأنف بهذا الامر؟ لا انا مش ملزم بيه. انا يكفيني ان اجي اقول ان الحكم غيبي وانا ما اعلنتش بيه اعلان اللي هو اليقيني او الظن. طب عيب الاثبات في هذه الحاله ينتقل على مين؟ ينتقل على المستأنف ضده اللي هو المحكوم للصلاح ان هو يقدم الدليل ان المحكوم ضده علم علم يقيني او علم ظني بالصوره من الحكم. ازاي؟ ان هو يا اما يجيب صوره رسميه معلنه لشخصه او صوره رسميه تفيد رفض تابعه الاستلام او رفضه هو شخصيا الاستلام. لكن انا مش ملزم اقدم بده. يجي بعض الخصوم يروح مقدم صوره معلنه لجهه الاداره الغاليه للعين، ده معلن دي لا الميعاد يبدا من تاريخ العلم اليقيني او من تاريخ العلم الظن. طيب في حاله ثانيه يجي يتفاجئ ان المحكوم ضده اللي هو المستأنف في هذه الحاله ان يتقدم المحكوم المستأنف ضده بصوره رسميه الحكم مكتوب فيها رفض تابعه للاستلام او رفضه للاستلام. في هذه الحاله وعدى ال 40 يوم. ايه السبيل النهارده يجي قدام المستأنف يقدم قدام يجي يقول لا انا ما استلمتش، انا ما اعرفش حاجه عن الورقه ديت، هو ما سلمنيش، انا عايز احل الدعوه للتحيل لشهود العدم. لا السبيل الوحيد هنا ان هو بيتم الطعن بالتزوير على الورقه المعلنه، يقول لا انا بطعن عليه ويثبت ان هو ما استلم، ان هو ما كانش متواجد في العين لو المحضر قال ان هو رفض الاستلام، او يثبت ان هو على سبيل المثال في امثله كتير قوي يعني إن ممكن يبقى جاي لرفض يجي واحد يدعي قدام المحضر إن هو الشخص المذكور المطلوب ويجي المحضر ورفض الموجود للاستلام أو رفض تابعه للاستلام ويجي قدام المحكمة يتقدم ما يفيد إن هو كان في هذا التوقيت خارج البلاد على سبيل المثال، فبالتالي هو ما أعلنش، فأصبح لنا الورقة مظاهرة تزوير معنوي مش تزوير مادي، إن شخص ادعى حل محل شخص ورفض الاستلام أو إن هو رفض تابعه للاستلام وهو يتقدم ويتقدم ده المحكمة بالدليل إن هو ليس له تابعين أو إلى غيره، فالسبيل هنا بيبقى هو الطعن بالتزوير على هذا أو على تلك الورقة. في حاجة اسمها اللي هو انفتاح مواعيد الطعن بالنسبة له، دي مسألة إحنا كنا اتكلمنا فيها في فيديو آخر، لكن عموماً أنا في آخر الفيديو إن شاء الله هنزل في صندوق الوصف أحكام قضية حديثة جداً سنة 2019 كلها بتتكلم عن الوقائع اللي إحنا ذكرناها وإجابة على الأسئلة اللي إحنا سألناها، وأتمنى يا رب يكون في معلومة نفعت وصلت إن شاء الله. السلام عليكم.